تخرجتي والافراح ما بعاديا لك الفخر يا رزان والمجد لك عنوان. تخرجتي والافراح ما هي بعادية لك الفخر يا رزان والمجد لك عنوان. تخرجتي يا رزان الف مبروك وتحية وقفنا نحييك ولبست الفخر تجاه وقسم اللغة العربية كالشمس مضوية طموحك وعزمك اثمر وقط في جهدك حا سعيتي لاحلامك بهمة وجدية وفي جامعة جازان يا رزان اسمك زان على الغيم كتبنا اسمك ويا حي طارية وامك ام عبد العزيز لك تنثر الريحة بعت لك وهي نبع الوفا وكل حنية تساوي كنوز من الذهب غالي يا الاثمان من اخوانك التهاني باقات وردية وعز الله انهم احزم الظهر خير اخوان عبد العزيز حاز الطيب سر علانية وهذا علي الشام له تشمخ لوزيه ويفخر ابراهيم اللي ما مثله زيه واختك روان يحميها ربي رفيع الشام والكرم العطيف اهل المجد والهية لهم تشهد فعول المكارم مدى الازمان وبوكي ناصر فعوله بالعز مروية لاه الجود عادة والكرم والسخا ميدان وبختامها فاحت لك ازهار عطرية ومليون مبروك سطرتها لك القيفان 737 او من خارج المملكة ودول الخليج.